متتبعي ومتتبعات قناة بروف 25، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف ننجز تصحيح التمرين رقم 6 من سلسلة تمارين درس دراسة الدوال. إذا التمرين 6 يقول: نعتبر الدالة f المعرفة كالتالي: f ل x تساوي الجذر ديال 2 ناقص x. السؤال الأول: حدد ضد f حيث تعريف الدالة f. إذا نبدأ ب تحديد مجموعات التعريف. إذا السؤال الأول: ديد اف تساوي ماذا؟ اكس كتنتمي ل ار. إذا هنا كندير شرط وجود الدالة، عندنا جذر، إذا ما بداخل الجذر أكبر أو يساوي صفر. عندنا جوج ناقص اكس أكبر من صفر، أي أن جوج أكبر من اكس، كندي داك ناقص اكس للطرف الثاني كتبدل لها الاشاره، جوج اكبر من اكس او اكس صغر من جوج، اذا اكس صغر العدد 2. شنو كتعني اكس صغر من جوج؟ اي المجال ناقص لا نهايه العدد 2. السؤال الموالي: احسب الليميت ديال اف لاكس في مولا فين؟ اذا مادام عندنا الجذر فغنحسبو التعبير، إذا لدينا غنحسبو النهاية ديال ما بداخل الجذر، لدينا الليميت ديال جوج ناقص إكس موال لانفيني تساوي لنا بلوس لانفيني، عندنا ناقص ناقص لا نهاية، إذا هي زائد لا نهاية، وبالتالي ليميت ديال الجذر جوج ناقص إكس هي زائد لا نهاية. السؤال الموالي: ادرس الفرع الشجمي لمنحنى الدالة f بجوار ناقص لا نهاية. إذا حنا لقينا ليميت ديال f في مول لانفيني كيساوي لنا مول لانفيني، إذا غادي ندرسو الفرع الشجمي، يعني غادي نديرو ليميت f لx على x. إذا ليميت ديال f لx على x، ليميت ديال f لx على x في مول لانفيني، إذا هو ليميت ديال الجذر جوج ناقص اكس على اكس. نديرو التعويض في المقام، غادي تعطيني او في البسطة تعطيني زائد لا نهاية، وفي المقام عندنا اكس اذا ناقص لا نهاية، يعني هذا الشكل غير محدد. الاشكال غير محددة، كاين اربعة الاشكال: لانفيني على لانفيني، صفر على صفر، زائد لا نهاية، ناقص لا نهاية، والصفر مضروبة لانفين. اذا غنستعمل المرافق، المرافق ديال الجذر، اذا المرافق ديال الجذر يعني كنضرب في الجذر البسط وفي المقام، اذا الجذر اكس مضروبه في الجذر جوج ناقص اكس على اكس مضروبه في الجذر ديال جوج ناقص اكس. اذا الجذر في الجذر كيعطيني الجذر او كاري ديال الجذر ديال جوج ناقص اكس مربع على اكس مضروبة في الجذر ديال جوج ناقص اكس. اذا المربع تيمشي مع الجذر، اذا الليميت ديال جوج ناقص اكس على اكس جوج ناقص اكس. إذا إلى درنا التعويض عندنا ناقص ناقص للنهاية زائد للنهاية، وفي المقام عندي زائد للنهاية، إذا مازال عندي الشكل غير محدد. إذا هنا غندير التعميل، غادي نعملو باش غنعملو بإكس. إذا عندنا الليميت غادي نعملو بإكس في المقام أو في البسط، غيبقى عندي جوج على إكس، إذا جوج على إكس ناقص، إذا عملنا بإكس، إكس على إكس هي واحد، إذا على إكس الجذر ديال جوج ناقص إكس دائما في موان لانفيني. نختزلو بإكس على إكس، غيبقى لنا ليميت ديال جوج على إكس ناقص واحد على الجذر ديال جوج ناقص إكس. دابا غادي نعوضو،
إلا حسبنا التعبير النهائي ديال التعبير اللي كاين في المقام، جوج على الانفيني هي صفر، كيبقى لنا ناقص واحد، والتعبير اللي كاين في المقام عندنا بلس انفيني، إذا واحد على بلس انفيني هو صفر. علاش؟ لأن هنا نبرو، لأن ليميت ديال جوج على إكس ناقص واحد مول الانفيني قلنا هو ناقص واحد، و ليميت ديال الجذر ديال جوج ناقص إكس مول الانفيني هو بلس انفيني، وناقص واحد على بلس انفيني هو صفر. دونك أي عدد على بلس انفيني كيعطيني صفر. إذا شنو لقينا؟ لقينا ليميت ديال إف لإكس على إكس كيعطينا صفر. إذا الصفر يقبل ماذا؟ يقبل فرع الشجرين اتجاهه محور الأفاصيل. إذا لدينا، إذا بما أن ليميت ديال إف لإكس على إكس في مول الأنفيني كتساوي لنا صفر، فإن سي إف يقبل فرعا شلجميا في اتجاه، ولا اتجاهه بحال في اتجاه محور الأفاصيل. إذا دائما ملي كنلقى الليميت دي في الإكس على إكس صفر كيكون فرع شلجمي في اتجاه محور الأفاصيل، ولا لقينا الانفيني كيكون سيف يقبله فرع شلجمي في اتجاه محور الأراتيل، إذا بجوار مول الانفيني.